السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو ثاني. اليوم راح نتكلم معاكم عن الذاكرات الداخلية للبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس 1 سيريس اكس. اكس ما غيروه، سيريس اكس. سيريس اكس اوكي، لان بلاي ستيشنات الجديدة والاول اجهزة الكونسول الجديدة حق الالعاب. نتكلم عن الذاكرات الموجودة في الحين، وهل تقدر تركب ذاكرات خارجية، وهل تقدر تغير الذاكرة الداخلية. لان 100% اول ما تشتري يمكن كم من يوم، كم من شهر، كم من سنة، بعدين تقول لك اوه ابي اسوي ابجريد حق الذاكرة، اشتري بلاي ستيشن جديد ثاني، او افتح الجهاز وغير الذاكرة الداخلية، او اشتري لي هارد ديسك خارجي واركبه. فكل المواضيع دي راح نبدا، علي راح يتكلم معنا فيها. لك المايك علي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. تغيير الهارد ديسك في الاكس بوكس، اكس بوكس من يومها ممنوع تغير الهارد ديسك الداخلي، بس تقدر تشيله وتسوي له سبوفينج، اللي تسوي له كوبي وكوبي المعلومات كلها، وتعال طول تنسخها لجهاز ثاني عن طريق تطبيق. شنو جهاز ثاني؟ كهاردسك ثاني عن طريق تطبيق. طيب وكذا تقدر تغير الهاردسك. طيب يعني تقدر تغيره، بس قانونية اللي هي بلاي اكس بوكس تقول لك لا ما تقدر تغيره، لانك تغيير هذا من تحت لتحت، ما بتشيله وتركب هاردسك ثاني، ما في سيستم تركبه بفلاش. المهم انك تشيل باك اب وتحطه في الهاردسك وتركبه. تستخدم، لازم تستخدم تطبيق عن طريق الويندوز ولا ما ادري اذا ماك موجوده. اوكي، بس انك تقدر باك اب عادي، ما تسوي كوبي وتنسخه في الصنع. هل بيصير ذي الحركه في الجهاز الجديد ولا لا؟ احنا نتكلم عن الذاكره الداخليه، هل تقدر تغيرها ولا تركب ذاكره خارجيه؟ نتكلم عن الداخليه الحين. اوكي، الداخليه هنا قالوا انهم كاستم ميد ان في ام اي اس اس دي. هذا اكس بوكس. الاكس بوكس اوكي، هل تقدر تشيل الان في ام اي اس اس دي هذا؟ لان ان في ام اي اس اس دي لانه مكتوب مشبوك، يعني بي سي اي ام دوت 2 شبكينه شباك، يعني يمديك يعني تفك الجهاز وتشيله غصب وتركب واحد ثاني. هذا المفروض على كلامهم. أوكي. لان اكس بوكس انا بلاي ستيشن، اذا تقيس على كلام بلاي ستيشن لازم بلاي ستيشن غيره. طيب هذا اكس بوكس، اكس بوكس وكاستم ميد، يعني هل بيطلعون شركات ثانيه يسوون ثيرد بارتي لحق نفس ال هذا الفكره؟ انه في احتمال انه يسوون شركات ثانيه، طبعا مو بشركات كبيره عشان ما ترفع عليها قضيه. شركات ثانيه يسوون كاستم ميد وتقدر تركبه. اما تقول زين طيب انا سوى ذي الحركه، ما يقدرون يسوي لهم باند على نفس هذا القديما الاكس بوكس؟ مثلا لو عندك اكس بوكس اكس ولا اكس بوكس 1 ولا اكس بوكس، هذا ما تقدر تغير الهارد ديسك، لازم تفك الجهاز كله وتفك الهارد ديسك من داخل. شوف الهارد ديسك دائما تحت السي دي رام، تفكه وتشيله وتروح تشبكه على الكمبيوتر وتسوي له سبوفنج لهارد ديسك ثاني، بعدين تروح تشبك ذاك الهارد ديسك. اكس بوكس نفسها ما تغير كذا. اكس بوكس عندها النظام تقدر تحطه، بس الاجهزة الناس الثانية ما عندها النظام يقدر يحطونه. كيف ازيد الهارد ديسك؟ الحين اكس بوكس الجيل اللي راح دزت منك تشبك هارد ديسك خارجي وتنسخ العابك فيه وتلعب منه. اما الجيل هذا تكلمت عن هذه الذاكرة. الذاكرة هذه تشبكها في الجهاز منك من وراء وتقدر تحط العاب فيها اكس بوكس 1 واكس بوكس 360، لان انقلوا بعض الالعاب الاكس بوكس 360 الى اكس بوكس 1، واكس بوكس الاوريجينال لان انقلوا بعض الالعاب حق الاكس بوكس اوريجينال الاكس بوكس 1 اللي المنقولين، اللي نقلوا من الاكس بوكس اللي ارتفعوا للاكس بوكس بيجون معك. تقدر تشبكهم وتحطهم هنا، والسيريز اكس الالعاب تقدر تشبكهم وتحطهم هنا وتلعبهم منهم. هذا انترنال والاكسترنال؟ اكسترنال، هذا كاستم ميد من سي جيت بدون بس ما قالوا السعر. يعني الحين عندك خيار الداخلي يمكن ما تقدر تغيره، او تغير نفس الحركه اللي غيرت حق الاكس بوكس القديم، انك تشيله وتسوي باك اب وتشيله وترجع. وفي الخيار الثاني اللي انك تحط خارجي كان مال بلاي ستيشن 2 الذاكرات القديمه، يعني ايه. بلاي ستيشن 1 و2، فنفس الحركه انك تقدر تحط خارجي هذا. ايه. طيب وتقدر تلعب منها العاب السيريز اكس الجديد الجديد اللي هي هذا اللي نشوفه الحين. احجامهم كم؟ ما اعلنوا الا عن 1 تيرا ولا اعلنوا عن السعر. هذا الشكل كاستم ميد من سي جيت. طيب وتقدر تشبك هارد ديسك خارجي عن طريق اللي هي اليو اس بي. اوكي، بس بيكون سرعته بس بيصير سرعته بطيئه. ما ممنوع تلعب منها ملعب الاكس بوكس اس اكس بوكس سيريز اكس، تلعب القديم، تلعب الاكس بوكس 1 وتلعب العاب الاكس بوكس 360 والاوريجينال اكس بوكس اللي ارتفعوا الالعاب. تقدر تلعب منهم، بس الجديد ما تقدر تلعب. اي بس تقدر تنسخ العاب الجهاز الجديد للسيريز اكس لا للهارد ديسك المشبك بالـ USB، وترجع تشيلهم مره ثانيه اذا تبي تلعب. طيب الحين الاكسترنال الذاكره اللي تركبها، أه. هل سرعتها نفس الانترنال نفس الذاكره الداخليه؟ ما تكلموا، ما تكلموا انه كاستم ميد من سي جيت، هذا شكله 1 تيرا، سعر، متى تصنيعه،
بالضبط السرعه مالتها هو وشو بالضبط، هل هو لانه هو قام يقولون انه كاستم ميد ان في ام اي اس اس دي، ترى هل يعني يمديني اشتري انكلوجر يعني كيس واحط ان في ام اي اس اس دي صغير ثيرد بارتي يقوم يسوون زي كذا بعدين نفس اللي هي اللي صار في رد، هل اقدر اسوي؟ ما ندري المدخل بالضبط الشكل داخليا ما ندري. الحين بنروح حق البلاي ستيشن، لما تكلمنا عن الاكس بوكس كل شيء بصير له، روح حق البلاي ستيشن. البلاي ستيشن اعلنوا قام يقولون انهم بيدعمون ال NVMe SSD العاديه مال اللابتوبات العاديه، ال NVMe SSD M.2 العاديه، بس قام يقولون هم لازم يختبرونهم قبل. تدق دي احنا اللي داخل الجهاز شنو هي؟ داخل الجهاز كاستم ميد SSD، وهذه بتكون وين؟ هذه هذا اللي بقول، هذه يمكن عندهم سلوت كانك لو شاري لابتوب ويصير عندك بعضهم يخلونك فاضي عشان تزيد، اتوقع انه في سلوت فاضي عشان اذا كنت بدي ترك هذا يمكن، لان ذاك كاستم ميد وسريع جدا، او سريع جدا على وقت معلنوا عن الانترنال الداخلي، قالوا انهم سريع وقالوا 5.5 جيجا اوكي ريدنج ورايدنج سبيد اوكي حلو ايه. طيب وبتقدر تحط الامدد 2 ذا؟ قالوا ان تقدر تحط الامدد 2 بس وين تحطه بالضبط؟ هل في باب سهل؟ هل اذا حطيته مثلا انشال ذاك؟ بس انا ما اتوقع انه انشال، يعني تحط مثلا سامسونج برو ذا ال وشو؟ الاس اس دي اي هذا سامسونج برو هذا اوكي هذا ايفو برو طيب. ايفو بلس هذا مو برو، بذي الحركه يمكن يكون الستورج يكون اكثر من الاكس بوكس. الاكس بوكس الى الان 1 تيرا قالوا لك، الاكس بوكس ستاندر داخلي الموجود فيه 1 تيرا والاكسترنر هذا اللي يبيعونه 1 تيرا. بلاي ستيشن 825 انترنال، رقم غريب. والتركبه لازم يختبرونه قبل، فانا توقعاتي وهذا اللي اغلب الناس اللي فاهمينه، لان ما شفنا مداخل ما تكلموا بالضبط دقيق شلون، انه في مدخل في باب يصير باب من ورا ولا شيء تفتحه وتلقى فراغ اللي هي NVMe SSD مدخل فاضي عشان تركب انت فيه، ولازم يختبرونهم هم قبل، اتوقع يختبرونهم وينزلون تحديثات بعد ما تحدد جهازك مديك تشبكهم وتشغلهم. طيب وشو الحين الذاكرات قلت لي اكس بوكس 1 تيرا وبلاي ستيشن 800 وشوي 825. طيب هذا نسختين بس، هذا النسخه الوحيده اللي حق الاكس بوكس وهذا النسخه الوحيده حق البلاي ستيشن. اكس بوكس حتى الان اكس بوكس في اللي هي شيء يسمونه لوك هارد بينزلونه، والكلام كله الاشاعات ان هذا اكس بوكس 1 اكس بس اصغر ارخص، احتمال القوه يقولون تنزل احتمال القوه ما تنزل، وبدون سي دي، بدون ما تدخل سي دي نفس اللي سويت بلاي ستيشن، هي اللي بدات اكس بوكس اصلا. اما بلاي ستيشن الحين لانهم قالوا سعره من قبل، قالوا اعلنوا عن سبيكس قبل ما يعلنون عن اللي هي انه في جهازين. بلاي ستيشن ما قالت انه في يعني ديجيتال اديشن اكثر وديجيتال اديشن اقل، بس في تارجت، في ليك تارجت حاطه الديجيتال اديشن 399، هذه اتوقع مشكله من عندهم، 399 و99 سنت. الاول ديجيتال اديشن 1 تيرا ما صدقه. ليش؟ رخيص. طيب خلصنا الحين، ارجع حق سؤالي مره ثانيه، نفس سؤالي ما جاوبت عليه الحين. الاجهزه اول ما تنزل ما في الا 1 تيرا ولا 820، ما في اوبشن ثاني، ما في خيار ثاني اني اخذ مثلا ما تكلموا الى الان، بس في المستقبل 100% يعني بعد سنه سنتين بينزل نسخ ثاني سلم ومسطوع ملعوج ب 15 كذا. انا شريت بلاي ستيشن، بلاي ستيشن 3 كان 80 جيجا، بدلت ركبت 500 وما ترسته لنهايه عمره، خلاص نهايه السنه اللي شريت فيه بلاي ستيشن 4 برو. اوكي شريت بلاي ستيشن 4 برو بعدها بكم من شهر انترس، بعدها تقريبا بسنه يوم قاموا ينزلون العاب فيه عاد ترس، ركبت 1 تيرا بعدها بتقريبا بشهرين ترس. عشان هذا ولا يومك عندي، بس الحين انا ما اتوقع اني بركب 2 تيرا في، لازم تقفز 500 جيجا، ما اتوقع اني بركب 2 تيرا في البلاي ستيشن 4 برو، لو اني بركب اي 4 برو بلاي ستيشن 5 اوكي كذا 4 برو 4 برو اللي هي احتمال اركب اللي هي اكثر يمكن 4 تيرا ولا شيء. ثاني شيء إن اذا كان مشبوك خارجي من ورا ما بنفس البلاي ستيشن، ما البلاي ستيشنات القديمه انك اذا بتشيله احتمال تمسح لازم تسوي باك اب،
هل تحط باك اب للفلاش؟ السيستم موجود داخل الذاكره الداخليه، السيستم في ذاكره داخليه اي، هل امسح الموجود في الجهاز؟ هل ارفعهم في الكلاود؟ عندي فلاشه، هل اقدر اسوي باك اب؟ هل احملهم من جديد وجديد؟ هل عندي سيديات بقوم احدث؟ ما يمدي اذا كان موجود انترنال بس اللهم تركبه من ورا، وعد شغل السوفت وير وين يروح وين يجي بكيفهم. بس تكلموا بلاي ستيشن ان عندهم كومبريشن، يدرون قام يقولون ادري ان الرقم غريب 825 رقم صغير بس كونسول 1 تيرا صغير على الجيل الحالي، الجيل الجاي حتى اللي هي 825 صغير جدا. فقالوا عنهم لان اكس بوكس ما تكلمت عن اي شيء عن كومبريشن، بلاي ستيشن قالت ان في عندها كومبريشن الجوريثم عشان يصغر الالعاب نظام اي لاسلسلي، يعني ما في شيء ينخسر، ما في خسارة اي جودة. نروح الحين حق نشوف السرعات، مثلا نقول لك لو انهم يشبكون الـ SSD الداخلي هل هناك في خسارة؟ هل هنالك في خسارة؟ أوكي. عندك هذا اللي هي هذا حتى الان اسرع طبعا على PCIe 4 والبلاي ستيشن والاكس بوكس بدعمون PCIe 4. طيب هذا مش سامسونج لا يصار؟ هذا سامسونج، هذا مو بسامسونج. شنو هذا اللي صار اسرع من سامسونج؟ جديد هذا، وين وش اسمه؟ سابرنت اوكي، سابرنت جديد ده، سابرنت روكيتس اوكي، جن 4 بي سي اي، هذا ذا جن 3 بي سي اي. طبعا هذا بسبب ان انفيديا ما تدعم ما بعد انه ما في شغلات كثيره حق بي سي اي 4، ان انفيديا ما تدعم الحين، اي ام دي لا تدعم، والاكس بوكس والبلاي ستيشن اي ام دي. نروح هنا نجي نشوف الرايتنج سبيد، وينه رايتنج سبيد؟ 4400 الريدنج 5000. شوف هذا احسن شيء لانه في النسخه الثالثه PCIe 3. هذا احسن شيء لانه معروف كبير وريفيواته كثيره، وهذا شوي ارخص اقل الريفيوات. حتى لو تشوف الريفيوات مع ان ذاك اسرع وسعر ارخص سعره، ها شركة ما بمعروفة يعني، بس الجهاز لمن ما تضمن، مع ان تقنية جديدة المفروض سعرها اغلى، كثير الناس ما يضمنونها. لكن هل على اي ثاني شيء النون فلاش مالت سامسونج هذا من معروف انه من اغلى واجود نون فلاشز. اثنين هم انتيرا وتلقى الرايتنج سبيد 5000 3500 4400 3300. والله لو عندي ذا الجهاز اقدر سهل ذي يستاهل انك تجربه هذا؟ ايه. نروح الحين هنا نشوف هذا نفس اللي شفناه من ساعة 3500 بس. اوكي. ايه نوريكم الصورة بس عن وسعره، هذا السعر موجود، لأن السعر هنا الفرق في فرق سعر. شوية غالي هذا هنا التيرا شفه. صار رخيص. على 1199. 199 ايه. هذا مال سامسونج. مال سامسونج. نقول الحين مثلا لان هذا طبعا هذولي ما يجون نفس الموجودين في الانترنال الداخلي مال بلاي ستيشن. بلاي ستيشن 5.5 جيجا، 5.5 جيجا. طيب هذا ما ب 5.5 جيجا، ما يجون اثنينهم. بلاي ستيشن اسرع يعني. بلاي ستيشن الانترنال الداخلي اسرع، كيف يتسرع، كيف الشغلات، الله اعلم. هو البدايه صار ملحم برضه وما ادري شنو داخل سوليد، وخلى في امل انه يكون اسرع من المفصول. بلاي ستيشن عندها طريقه جديده حق نقل المعلومات، يمكن تقدر تسرعها. والحين نروح مثلا نقول لك لان تدري انه لازم يصير موجود على الاس اس دي الداخلي او الاس اس دي المشبوك الخلفي اللي هي ان في ام اي اللي هو واحد من هذولي. لو اشبك هارد ديسك خارجي ما اقدر العب الالعاب بلاي ستيشن 5. اوكي. الهارد ديسك الخارجي العب الالعاب بلاي ستيشن 4 او اني انقل العب بلاي ستيشن 5 من بعدين انقلهم مره ثانيه عشان العبهم. بس هذا الحين اسرع اس اس دي خارجي معروف. طبعا بعد شهرين ينزل جديد فوق قريب بالزمن، اتكلم عن الحاله. 2800 الى 2300 ميجا رايتنج، هذا الرايتنج والريتنج من على حسب الحراره على حسب الاداء، من اللي هي 2800 الى 2300 الى 2300. طبعا ثاندر وبلاي ستيشن معروف، بلاي ستيشن موجود الصوره في تايب سي، بس ما ندري اذا ثاندر ولا شيء، لانه محطوط عليه اس 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 اس
طيب بس ايش لازم الثندر لازم العلامه. والموجود انا تكلمت لو تشوفون الفيديو تكلمت وانا من اول الناس اللي تكلموا ان ليش موجود علامه البارك على تايب اي. في الحين كلام يقول انك التايب اي فاست تشارجنج للكنترولر. انا قلت يمكن تقول يمكن في فاست تشارجنج. طيب نرجع والتايب سي اللي هو حق نقل المعلومات. طيب مثل ما نشوف هنا هذولي ما يجون قدام الانترنال الداخلية مال بلاي ستيشن. مع ان هذا يعني سرعته ممتازة جدا. قلت لك ان اي ذاكرة خارجية ما تقدر تلعب فيها العاب بلاي ستيشن الى الان. بلاي ستيشن 5 بالاخر. عشان السرعة مصر. وهذا اخر شيء اخر معلومات الهاردسكات والاس اس ديات مع البلاي ستيشن والاكس بوكس. وسعر الاس اس دي الحين ترى نازل. الاس اس دي اللي هي الكبير الاس اس دي مو بالان في ام اي. سعرها نزل مع السنين مقارنة بالسنين الماضية. طيب بس انت تتكلم ذي نزل هم بلاي ستيشن وذي ما يبون اسعارهم تنزل يبون يجيبون قيمة فطلعوا لهم ذاكرات خاصة ما راح ينزلون ذي ذاكرات. اي هذا انا لا هذا توي اتكلم هذا الجاي مثلا ان اسعارهم من ذي الاس اس ديات نزلوا الخارجين خاصة الكبير الان في ام اي اس اس دي قام ينزل شوي اوكي قام ينزل شوي البي سي اي المفروض البي سي 4 لازم شوي سعره غالي وانا متوقع جدا ان البلاي ستيشن ما بتدعم اي SSD بدون ما بي سي اي 4 يعني السنه هذه يمكن ما في لك من واحد لا ما تكلموا بس لانهم مدعوم انهم على رايزن ورايزن يدعمه اوكي بس هل يحطون الدعم لحق بي سي اي 4 اي اسرع انا عارف ان اسرع بس هم بلاي ستيشن هل بيحطون 3 هذا المشكله نشوف قدامه والبلاي ستيشن حاطين اس اس ديات عاليه لل ان في ام اي هذا كاستم ميد سعر هذا تتفاهم مع سيجت وإكس بوكس إلى الآن معنا السعر ما تفاهم وياهم يقدرون يبيعون لك هذا بدولار يقدرون يبيعون لك هذا بخمسين مليون ما بعجبك تطق راسك في الجدار الحلو فينا ذاكرات صغيرة تذكرون بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 1 نذكر نشتري نلعب لعبة كاسبر تذكرونها مش دخل كاسبر ذاكرة هي بس لا أنا فيها تاكسي كريزي برضه فيه كريزي تاكسي كريزي تاكسي تاكسي كريزي كريزي تاكسي وبعد شنو مثل جير جراند فيفا بلاي ستيشن 1 دوري ياباني ماجد دوري ياباني بلاي ستيشن 1 موجود بلاي ستيشن موجود اللي هي فيه ثاني مسس ما ادري جراند 2 هم ال 2 دي المهم انه درايفر اللي فيه درايفر بس هذا بس موجود انا بتكلم شيء بتكلم عن شيء ليش موجود كنز لوك الجهاز الوحيد اللي شايفه بجيك كنزة الله يعني موجود في الاكس بوكس اس والاكس بوكس اكس بس ليش موجود كنزة الله علشان اصلا في المحل بتفيد المحلات ليش يحطون المحلات عشان ما يحضنون عشان ما ينقفل ما يحطون جهاز برا يحطونه بس في زجاج مثل بسباي هنا ودري يحطونه هناك تقدر تجربهم بلاي ستيشن بس يحطونه في زجاج بس ما يحطونه برا مو بلابتوب وين يحطونه برا يعني ما يحطونه برا صفينه نفس لابتوبات يحطونه في زجاج تشوفهم هنا داخل زجاج في السعوديه ماكدونالدز اذكرها هو اللي يحط بلاي ستيشن موجود ليوم الى الان ماكدونالدز حاطين بلاي ستيشن حط لك اليد معلقه كذا في ذي الذراع كلها مقطعه وكتشب عليها مال اذكر انا والله امر يرفعون ضغطي خلنا خلص البازر تشوفه جاي كنت بطاطس قاعد اوكي بس هذا هم موجودين بس فهذا الفيديو كله اذا تحبون بلاي ستيشن يعني اتوقع انت في الحركه الذاكرات دي من افضل بلاي ستيشن ولا بلاي ستيشن اسرع ارخص ما ادري عن سرعه ديلي زين لا هذا الانترنال مال اكس بوكس ما بجاي نفس الانترنال مال طيب هذا السرعه لكن كاداء ما ندري لان السرعه انت ما تحتاجها السرعه ربع القصه عندك الاوبتمايزيشن علي اوكي مو بس السرعه الاس اس دي ما بقول لك انا جهازي اس اس دي سريع يعني جهازي قوي يظل تحتاج الجي بي يو تير فلوبس تحتاج الاوبتمايزيشن المطورين شغل كثير سمعتوا هذا تقدرون تشيلون تحطون حق الاندرويد ولا اي او اس برضه اوكي ما يعني معروف برمجه عامه يعني تبي ارقام اوكي يمكن تاخذ ارقام عاليه بس يمكن اداء مو كويس في الالعاب الى الان اوبتمايزي او مع ان بلاي ستيشن دازوا بقوه على سلفه زيرو لودينج تايم بسرعه الاس اس دي اوكي بسرعه الاس اس دي زيرو لودينج تايم الحصريات مالتها كلها ما فيها لودينج تايمز تدخل خلاص بدات اللعبه خلاص بدات اللعبه الفاست ترافلينج
كل شيء. اكس بوكس تكلموا تكلم الاركتكت مال اكس بوكس مهندس اكس بوكس بعمره تكلم قام يقول اللي سووه في البلاي ستيشن انه سريع امبرسيف عشان قام يقول امبرسيف قام يقول انه عندنا يمكن النسخ الموجوده في الاكس بوكس يمكن يحطون سل اللي هي الفيتر طويل جلسه اللي هي الاسانسير شوي يعني عشان اللود عشان اللود ولا كوردور ولا شغله وتكلم الفيتر بالضبط اسانسير قام يقول المهم انه بس ما يحطون اسانسير في اكس بوكس ما يحطونه في البلاي ستيشن هي اللعبه واحده ما بحصريه ما تصير هالحركه اذا حطوا شيء حطوا اوكي نشوف قدام يكون مع السين بس كذا بس. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعائكم. السلام عليكم.